شفتوا؟ خلاص لازم شغل مخ. وسهلا باجمل واحلى متابعين. لا تنسونا من سبسكرايب، تفعيل زر الجرس انتم مشتركين، نشر القناه في كل مكان. اليوم ان شاء الله طالعين من هذا المكان تكدي ويحل منار مسافه 120 كيلو، حناخذ تقريبا من 3 إلى 4 ساعات عشان نشوف الاماكن المميزه اللي في الشوارع. هات الله يعني شوارع الهند مره حوسه وضيقه، الله يسر الامور. يلا جو. واحنا ماشيين بالطريق رايحين منار صادفنا الاله جنبدي. هذا عباره عن فيل، طبعا اكثر الالهه لازم يحط يده كذا هذا الشكل حتى يحطون عنده، ولا تلاحظون هنا زي الشموع يتبركون فيه. يعتبر اله هذا جنبدي اللي هو الفيل من الالهه القويه في الهند، واكثرهم جايين من بعيد علشانه. لاحظت في الهند حاجه وهذه صارت بالنسبة لهم عادة، صراحة مجانين في السواقة، مجانين. جنبدي بابا موريا، منغلا مورتي موريا. نواز قاعد يقول لكم شلون عبادتهم، فعلا قاعد اسمع اغاني بالعبادة، وكل اله له طقوس مختلفة وله جماعة وله جمهور. حتى من الاشياء الغريبة في الهند لو تحط اي حاجة، وقال لي نواز تحط عليها شيء احمر او ازرق او اخضر عادي ممكن تحصل ناس بكرة قاعدين يعبدونه. هذه برضو واحدة من العبادات عندهم، تمشي تجي هنا تقف تتعبد. هذا يعبدون الفار، إلههم فار. وهذا برضو إله ثالث. وانت ماشي طول الطريق تشوف عبادات مختلفة، عباداتهم يعني هذا مختلفين عن هذا. جل يعبدون فار، الحمد لله والشكر. فار، استغفر الله. لا حصلناه الحين، طاح مو يمشي. الله متعلق متعلق والله البلشه. كله سوي. يلا 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 روح روح. لا ما يجي والله يجي كله. كم ما شاء الله؟ 1 2 3 4 5 6 7. ايش؟ يلا 1 2 3 يلا روح. شفتوا؟ خلاص لازم شغل مخ. ما شاء الله 7 أشخاص يقولون ما نقدر. اوكي ها. وصلنا الفندق الحين في منار. الحين هذا عندهم ضيافه. شوف يا عيني، شكرا. ثانك يو. هدي لك هذه الورده يا تركي. يلا هذه ورده لك. هذه من عادات تقريبا اكثر الفنادق الهنديه، يعطونكم ليمون. بسم الله. والله لذيذ ما شاء الله. بيرفكتو. مرة بطل، خصوصا انه دوبك جايب من طريق. برضو يعطونك هذه الفوطة الباردة منعشة. هذه الطريقة اللي يقول لك اي واحد عندهم كيرلا تحديدا، مو بالهند بس كيرلا، ان اي واحد في اي بي لازم يلبس زي كذا، يعني زي البشت. احنا لازلنا في منار ورايحين ان شاء الله اليوم كذا كشتة كشتة في الهند. بناخذ تيس ونستكشف باقي الاماكن الموجوده في منار باذن الله. يلا جو. المزرعه وسط الغابات يا جماعه. هذه المزرعه حقته. تمام. اتفقنا معاه انه يطبخ لنا 3 أيام، يومين كبسه ويوم حيكون شوي ان شاء الله. مبلغ 7000 روبيه. هلا والله. احنا الحين في اهم سد في منار اسمه سد جنجلب. 80
في بعض الأماكن السياحية في الهند إذا كان عندك كاميرا يأخذون عليها رسوم، فقيمة الدخول 20 لكن الكاميرا 60. شوف كم الكاميرا تدبلت. الشيء الثاني اللي لاحظته هنا كثرة المساج حق السمك، مساج الأقدام. المنتجع هنا عنده 4 أنواع من القوارب تبدأ من 15 دقيقة إلى نصف ساعة. حتى هنا بإمكانك تطبخ أو تجيب العزبة وتضبط القدر الكاتم وتضبط القهوة. للأمانة مكان نظيف جدا حلو ومتوفر فيه حتى دورة المياه، مطعم وكافي، شيء مرة بطل. زمنكم أنتم معكم خرقة، تذكرون فريق معروف مشهور، أهم شيء الخرقة عنده. طاع قشك. عاد هنا الحين جاء وقت الغداء والتيس اللي أخذناه، هنا حيكون الغداء بإذن الله. أكثر أنحاء منار تحصلون الجيب هذا السفاري، وتحصلون مكاتبهم على الشوارع، وبعضهم يشترون علشان تروحون معهم سفاري. تقريبا الشخص الواحد، مو شخص، هي بالسيارة عندهم 4000 روبية. الحين في منطقة المنطاد، بس دي شروط اللي حطوه في منار. المنار منطقة مرتفعة وباردة، في الصيف يقفل وما يشتغل إلا وقت الشتاء بس، وبرضه ما يكون فيه هواء. احنا كنسلنا موضوع المنضاد لانه بصراحه انا ما عجبني شغلهم، اول شيء غير احترافي، ثانيا نزلت وطلعت كذا مره يعني يحاولون يطلعونها مو قادرين، فاضطريت اني اقول ما ابغى. فهي قيمتها 1500 روبيه. احنا الحين في دريم لاند اللي في منار، وانا شايفين هذول كلهم مثل حالات ناس، كلهم سياح. يمكن الشخص الواحد ب 1600 روبيه، تبدا من الساعه 9:30 الى غايه الساعه 6:30. أول شيء لما تروح لأماكن اللي فيها خطورة، اللي فيها ارتفاع أو في جمب أو في زبلاين، لازم إنك تكتب إذا كان عندك مشاكل صحية واسمك بياناتك ومن أي بلد إلى آخره، معلوماتك يعني. يعطونك سوارة عنده مالي اللي تنطط فوق. واجهتنا مشكلة من 50 وزن إلى 75، أنا وزني أكثر، فقول لي لا اسمح لنا. قلت خلاص ما في مشكلة عشان ما تخرب أو تطيح، أصلا سلامتي هذا الشيء، ما في مشكلة، بيرفكتو. علشان نروح لحقة التوازن. صح. عاد ما ادري هل يضبط معي التوازن ولا لا، هم يعلقون هنا تعليقه علشان لو قدر الله تخطي توازنك ما تطيح. في عندهم حاجتين، في عندهم هذه بعد، هذه التوازن مره، وعندهم هذه اللي توازن. ها شوف هذا طاح. اللي عجبني في الموضوع هنا انهم يهتمون في السيفتي خصوصا الوزن، علشان الالعاب تتحمل، فاللي وزنه فوق ال 95 تقريبا الالعاب هذه ما حتصلح له. هذا الحين التوازن. رقد حط حط هي صراحة بطلة بس تحتاج لياقة عالية. وصلت تقريبا 3/4، خلاص طفيت، جسمي قاعد ينهار صدق والله. صراحة بطلة تحتاج لها، المفترض يعطونك شراب. الطول حيكون 100 متر. بالعكس عيني. لا هذا تسلق، ففي العاب حلوه جميله للكبارين. السيكل المعلق حنبدا، يلا بالسيكل المعلق. يلا اول مره تجربه السيكل المعلق. شوف علشان نطلع على التلفريك الكبير هذاك اللي هو حيكون اكثر من 100 متر لازم تتسلق. حاطين لك هنا يتعبونك زي الدرج، وبنفس الوقت حاطين حبال. خلاص على وشك الوصول. هوبا اخيرا.
حلوة جاي المتعة مع المغامرة فوق كمان. جد يلا والسلام. يا هذا كبير، هذا مضبوطة. والله مرة بطل هذه، قسم بالله خطيرة مرة. شوف كل المزرعة، ما ادري اسمها، وهذه الالعاب اللي موجودة فيها. هذه حلوة، بس لازم يكون معك احد عشان تتحمس اكثر. انا لاحظت انه كل البوفيهات والمطاعم الموجودة في المنتجعات عندهم حاطين نظام شبك حماية من القرود، الله يكرمكم، يعني قرود مرة نجسة عندهم. نبدا السفاري الحين، هو حيسوق فينا. يلا احزام امان وحركات. لفة قصيرة لكنها جميلة حلوة. أحلى ما في الموضوع إنه هذا بيرفكتو هاي وايف. هذا كل مرايات، شو إيش كان هناك متعدد. شو وتركي كيف ما شاء الله تعدد. وين أطلع؟ والله العظيم لخمو راسي. إيش هذا يا شيخ؟ والله عظيم أحس إني بدور، راسي دور. الله يستر. اوه ايش هذا؟ انا ما احب احد يخجلني. مزاج غريب صراحه. تجلس خمس دقائق عشان تاخذ سمكه بالاكل المناسب جسمك. بس انت بنوع الضحكه انه سمكتين صاروا يضربون على الاصبع الصغير وانواع الدغدغه. والله العظيم شيء شيء مو طبيعي صراحه. بيرفكتو. اللي منكم جرب نفس الطريقه هذه يكتب لي تحت في التعليقات في اي دوله، هل انتم استفدتوا هذه التجربه؟ كانت فيها فائده ولا ما في فائده؟ اكتبوا التعليقات. بعد ما خلصت المساج حق السمك بصراحه حسيت في ارتياح الرجولي. انا بالنسبه لي انا هذا اللي انا شايفه مره بطله صراحه. جميل الجسر هذا مره بطل. نروح مكان ثاني ان شاء الله حنستكشف جوا مونار. جو بلالو، خلينا نكون وسط السوق حق مونار. هاي وصلنا الحين للسنتر حق مونار، هم يقفلون الساعه 8:30. نروح يعني نشوف ايش اللي عندهم، ايش الحاجات اللي عندهم. هاي 100 100. يعني صراحة بشوشين مرة، ما يتضايقون أبد لما تصورهم، ينبسطون. هذا الجسر من عام 1944، أول جسر في مونار. من الأشياء الغريبة في الهند كريسبي موز، ما كنت جربته صراحة أنا. الحين بجرب الشوكليت الهندية، ويقول هذا من صنع محل من صنع البيت حقه. هذا هو الشوكليت الهندي. بسم الله بذوقها. يا اخي الشوكليت غريب، ما يذوب بسرعة، متعودين احنا الشوكليت على طول يذوب، طعمه سكر زيادة، هذا لا، هذا ادق، اقل سكر وما يذوب بسرعة. تقول اصلا احنا ما نحط فيه سكر الا بسيط. كرك نظيف انصحكم فيه. يفوتكم. لا يفوتكم. الله يعين على المغص. Outside, inside.
بنجرب الحين الكرك اللي في السوق في منار، لهم طريقة معينة. وعلى فكرة معلومة عن الكرك، الكرك مو هندي اصلا، الكرك يمني جاي من اليمن، كانوا يشبهه جدا بالشاي العدني، حتى هم يقولون انه هذا اصلا جاي من اليمن. ندوب طعمه، بسم الله. واو بيرفكت، هذا افضل كرك انا شربته لحد الان. وانا فعلا الكرك اللي قبل شوي ومدلعنا اخر دلع ب 10 روبيه يعني 75 هلله. اي والله بيرفكتو. يجي الخمر الحريم بدور. اي والله. لو اي والله معاك. اي فوتك. اي فوتك تعال هذا الحريم قادر. شلون دخلت؟ بس يعني هاي. هاي. لا هذا حق الكرك. صناعة هندية. هذا يدوي. لاحظتوا انه بالوزن. شوف الوزن. والله بالوزن. قدر بالوزن. بالوزن اي. اغرب شيء شفته في الهند. صدق لما يقولون الهند بلد العجائب. صوروا قدور بالوزن ربع كيلو، هذا قدر صار قيمته 110 روبية. هذا تراديشنال هندية يعني هالصناعة التقليدية اليدوية. هذا صناعة يدوية. طلع بستة ريال. يقولك المعدن هذا حق الموية. ضحكني الباق حقهم. طبعا هنا في حاجة مسوينها الهند، حكومة الهند ممنوع عندهم اي بلاستيك الحين. هذا الرز كيرلاوي بني. اسمه سالة سبايسي. احنا في محل الحين حق البهارات، وهذه فيها 19 عشبة من البهار. ريحتها واو، ريحتها مرة بطلة. كوالتي نمبر 1. هذه كانت جولتنا في سوق منار. يعطيكم العافية، شكرا. لا تنسونا من السبسكرايب، نشرقنا في كل مكان، تفعيل زر الجرس. بيرفكتو. باي.